السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الأكارم، كيف ما العادة هذا الدرس غتلقاوه في الرابط اللي تحت باللغة الفرنسية، وراه غادي كنظن غادي نسبق الدروس ديال العربية لأنه الامتحان قرب بزاف، والأكثر احتياجا هما التلاميذ اللي عندهم مشاكل. ف معكم توفيق بالعياشي بطبيعة الحال، قناة توفيق أنيميشن أند مور. ندوزو اليوم لدرسنا الثاني ديال لي سيبوردوني سيركونسونسيال دو طون. دونك اذا عندنا لا بوستيريوريتي لونتيريوريتي، درسنا اليوم هو لا بوستيريوريتي. داكوغ، دونك نعاودو نذكرو بالاشكاليه اللي عندنا في التسميه. داكوغ، دونك قلنا سابقا بانه بوستيريوريتي كتعني ما ياتي بعد، وبوست كتعني بعدها. كو بعدا يا ابخي بطبيعه الحال الفرنسي، وابخي كو هادو جوج الانواع ديال الروابط، كاين اخوات ديال ابخي كو، ابخي خدم معاكم تقريبا غير ابخي. دونك ف هنا المعنى ديال ابخي هو بوست، المعنى ديالها بوستيريور كتعني بعدا، ولكن ابخي الجمله اللي كتستعمل معاها حنا غنشوفوها عما قريب، وكنا شفنا واحد ليكزومبل في السيمبلتانيتي. دونك الجمله اللي كتستعمل معاها ابخي هي لا فراز سي اون بروبوزيسيون اونتيريور. داكوغ، شدينا جوج ديال لي بروبوزيسيون، واحده كتكون اونتيريور وواحده بوستيريور، واحده قبل وواحده من بعد. دونك اذا الا درنا ابخي كندخلوها مع الجمله اللي اونتيريور، اذا الجمله اللي اونتيريور كتولي هي لا سيبوردوني. داكوغ، فالاشكاليه اللي عندنا في التسميه هي كاين اللي اعتمدوا على المعنى ديال ابخي وقال لك هادو سو سون دي زيكسبرسيون دو لا بوستيريوريتي، ياك، وكاين اللي اعتمدوا على المنطق. شنو هو المنطق؟ المنطق هو اداه كتاخذ لا فالور ديال لا سيبوردوني، ولا سيبوردوني هي لونتيريوريتي. اذا كاين اللي قال لك لا ابخي ما غنسموهاش ابخي حيت معناها بعدا، غنسموها على حسب الجمله اللي كتدخل عليها. اذا الجمله اللي كتدخل عليها هي لا فراز اونتيريور. دونك ندوزو دابا cas du même sujet et cas des sujets différents. D'accord? Donc, اعتذر التقولية في القراية، كتعرفوا المشكل ديال الشوف اللي عندي. دونك فغادي نشوفوا عندنا أدوات، أداة واحدة بالأساس اللي غنخدموا في لو ميم سوجي هي أبخي. داكوغ؟ وعندنا الأدوات الأخرى كيتستعملوا، هما في الحقيقة كيتستعملوا لو ميم سوجي وكيتستعملوا لي سوجي ديفيرون. وهاد الحاجة في الحقيقة غادي ننتبهوا ليها، هو أنه في جميع الدروس الأدوات اللي كيتستعملوا في دي سوجي ديفيرون ممكن نستعملوهم في لو ميم سوجي. داكوغ، ممكن نستعملوهم في لو ميم سوجي، ولكن الأداة اللي كتستعمل لو ميم سوجي ما كتستعملش لي سوجي ديفيرون إلا في حالات خاصة جدا، مستوى الثالثة إعدادي ماشي مستوى الدخول في هاد الحالة. دونك فا الى خدينا لو ميم سوجي وغنلقاو عندنا هاد الجمله، ياك، عندنا ليليف سي ريفيي ايلي بارتي ا ليكول. اذا فاق مشى للمدرسه، واش فاق ومشى للمدرسه كيدوزو في نفس الوقت؟ اذا لا، اذا هنا ما عندناش لا سيميلتانيتي اللي كنهضروا عليها ديك النهار، جوج الافعال كيتزامنوا، لا هنا كيتقاد فعل عاد كيبدا الفعل الاخر. داكوغ، فاق وراه ماشي غير فاق، راه فاق وغسل وجهه وجمع ادواته وفطار ودار كاع المسائل ديالو عاد مشى للمدرسه. اذا فاق هو لاكسيون، ليليف سي ريفيي سي لاكسيون اونتيريور، ايلي بارتي ا ليكول سي لاكسيون بوستيريور. داكوغ، دونك وكيف ما قلنا الادوات ابخي وابخي كو هو غيرهما كيدخلوا على هاد الجمله، على فراز اونتيريور. داكشي علاش الا خدينا المعنى ديال ابخي غنقولوا سي لا بوستيريوريتي، ولا خدينا لا فراز غنقولوا سي لونتيريوريتي. 90% ولا اكثر ديال النحات، النحات هما علماء النحو، 90% ولا ديال علماء اللغه كلهم كيقول لك اودي ابخي اكسبرسيون دو لا بوستيريوريتي. واحد الاقليه كتقول لك ابخي سي اون اكسبرسيون دو لونتيريوريتي. إذا حنا شنو غنديرو؟ حنا غنمشيو مع الرأي ديال الغالبية، داكوغ، حيت غالبية التلامد غيقراو به، داكوغ. مثلا أنا أستاذ في مدينة بنقرير، ففي بنقرير كنعرف تقريبا أستاذ واحد هو اللي كيسمي لهاد لي زيكسبرسيون، كيقول التلامد سون دي زيكسبرسيون دو لونتيريوريتي، أستاذ كفء محترم، داكوغ. دوك فهذا الرأي واخا ماشي هو الغالب ولكن راه صحيح، ماشي خطا، لان كاينين العلماء اللي قالوا به، وحنت الا جيت تبعتي للمنطق هذا هو الراي المنطقي.
غير في اللغه من الاحسن انك تتبع الغالبيه، حيت الغالبيه هي الدروس الشائعه وهي اللي كتكون كتستعمل بزاف، وهي اللي احيانا كيقدر واحد كاع يحسب لك خطا لانه ما في اخباروش ديك الحاله الخاصه جدا والنادره. دوك فملي كيكون عندنا لو ميم سوجي قلنا كنستعملو ابخي، وابخي كو كتستعملوا اخواتها، نشوفوا من بعد اخواتها كنضر نسيت لكم. لا درت كتبتهم لكم فكرت. دونك اذا غنشوفوا ادوات بحال ابخي كو. بون اذا هاد نفس الجمل كنقدروا نطبقوا عليهم ابخي ديال لو ميم سيجي، نقدروا نطبقوا عليهم ابخي كو ديال لي سيجي ديفيرون. دونك غندوزو دابا. شوف ابخي ساتر ريفي، لو فيرب هو سو ريفي، سو ريفي هو الانفينيتيف بريزون. ديك المره قلت لكم الجمل الادوات اللي كيتستعملوا مع لو ميم سيجي كلهم عندهم قاعده وانهم كيتبعهم لانفينيتيف وكيحيد لو سيجي. اذا هنا حيدنا لو سيجي، ولكن ردوا البال هنا ابخي عنده واحد الحاله خاصه، ما تبعهاش لانفينيتيف بريزون، تبعها لانفينيتيف باسي. شنو لانفينيتيف بريزون؟ لانفينيتيف بريزون هو سو ريفي. شنو لانفينيتيف باسي؟ اي فعل بغيت ديرو في لانفينيتيف باسي كدير ليه اتر ولا افوار، على حساب واش كيتصرف باتر ولا افوار، واتر ولا افوار ما كتصرفهمش كتخليهم في الانفينيتيف. داكور؟ اذا ما كان كان عندنا لو فيرب بارلي، بارلي بو ار هو الانفينيتيف بريزون. شنو هو الانفينيتيف باسي؟ هو افوار بارلي. مونتي بو ار الانفينيتيف بريزون، اتر مونتي الانفينيتيف باسي. كاين فيرب مونتي شي حاجه كيتستعمل بافوار، نقول افوار مونتي مثلا اون بيسيكليت ولا داكور. دونك ف مونتي هنايا كتركب هذا المعنى الثاني اللي قلت لكم افوار مونتي اون بيسيكليت، هي البيسيكليت الاجزاء ديالها مفرقين شديتهم هنا وركبتهم، منهم جاي المونتاج ديال الفيلم باش كتقراو المونتاج. دونك فاذا الفعل كان يتصرف بافوار نديروا ليه افوار، ولكن يتصرف باتر نديروا ليه اتر، وهو كنديروه في البارتيسيب باسي. دونك فاذا القاعده كنظن دابا راه سهله. دونك اذا بغيت نستعمل ابخي بحال عندي ثلاثه د الحوايج، بغيت نستعمل ابخي كنقلب على لافراز اونتيريور، اول حاجه كندير ابخي قدام لافراز اونتيريور، ثاني حاجه كنحذف لو سوجي، ثالث حاجه الفعل كنحولو لانفينيتيف باسي. داكور؟ ردوا البال كانت عندي لالاف ايل ملي حذفت لالاف، ولكن انا عارف بلي هاد ايل راه هي لالاف، علاش انا درت ايل؟ باش ما نعاودش لالاف. داكور؟ اذا ملي حذفت لالاف من هنا رجعت لالاف في بلاصت ايل. داكور؟ دونك هذا غير حاجه تقنيه بسيطه. داكور؟ دونك سي تخي سي كيك شوز تخي سامبل. الجمل راه بقى هما الجمل، كانت ايل اي بارتي ولات لالاف اي بارتي. داكور؟ ما بدلناش الجمله، غير ايل لو برونون كيتستعمل لتفادي التكرار. ملي ما بقاش عندي التكرار وانا عارف شنو هو ايل في الاصل راه غادي نرجع ايل لاصلو، ولكن كون كانت عندي ايل سي ريفي ايل بارتي على ليكول، هنا راه في الاصل انا ما عارفش شنو هو ايل في الاول ديالو. دونك هنا بطبيعه الحال ابخي سويفي دو لانفينيتيف باسي. نشوفو دابا داكوغ عندنا تي ديجوني بقات هنا، ما عرفتش شنو اللي خلاها هل داكوغ اعتذر. دونك فاذا ليليف سو ريفي، سا مير لوي ابورت سون بوتي ديجوني. اذا فاق جابت لي مول بوتي ديجوني. دونك بطبيعة الحال لاكسيون اونتيريور هي ليليف سو ريفي، ولاكسيون بوستيريور هي سا مير لوي ابورت سون ديجوني. غتلاحظوا معايا هنا عافاكم انه لو سوجي هنا هو ليليف، ولو سوجي هنا هو سامير. اذا ردوا البال علاش لي زيكسبرسيون ديال لو ميم سوجي ما كنقدروش نطبقوهم هنا الا في حالات خاصه؟ لان الا درت ابخي سيت ريفي سامير، وفين هو الفاعل ديال سيت ريفي؟ ملي ما غنلقى تفاعل غنقول راه يمو، ولكن ملي غنلقى هنا لوي شكون هو هذا لوي؟ داك اذا هنا المشكل اللي كيطرح لنا هو انه الا حذفنا في دي سوجي ديفيرون، الا حذفنا لو سوجي ما كنبقاوش نعرفوا لو سوجي ديال لو بروميي. داكوغ هادي مازال راه كاينه لوي، تقدر تعطيك شي شويه فكره. داكور؟ دونك في كثير من الاحيان كتكون حالات خاصه اللي كتسمح بهذا الا كانوا دو برونو. داكور؟ ف
ما ندخلش عفاكم لهذه التعقيدات لانها غادي تتلف. فاذا ناخذ القاعده عاديه، اذا ياك دونك ابري الا حذفناها كنديروا الانفينيتيف باسي، ولكن ما نقدروش نديروا ابري مع لي سيجي ديفيرون الا في حالات خاصه جدا. داكور، او نخلو هذه الحالات من بعد راه نتوما تشوفوها. داكور، دونك اذا ابري كو ليليف سو ريفي sa mère lui apporte son petit déjeuner. Donc, هنا عفاكم بابخي كو عندنا قواعد صارمه بالنسبه لتطبيق الازمنه اللي خاصنا نصرف عليها. داكور، دونك غير للاشاره هذه القواعد بدات كتجاوز اليوم. يعني اليوم بداو ما كيحترموش هذه القواعد بواحد الشكل كبير، ولات كتقبل ان ما ديرش. ولكن كيف قلت لكم حنا في مستوى الثالثه اعدادي كنشوفوا القواعد ما كنشوفوش الاستثناءات. دونك اذا هنا الا كان عندي الفعل ديال لا برينسيبال، هذا الفعل ديال لا برينسيبال كان مصرف في البريزون، هنا كنصرف في البريزون عندي امكانيه اخرى. فور ابري كو ليليف سي ريفيي، لاحظوا معايا هنا سي ريفي، هذه هي القاعده الاصليه. القاعده الاصليه هي الفعل ملي كيكون هنا في بريزون، الفعل اللي كيكون هنا كنصرفوه في الباسي كومبوزي. داكور، دونك ولكن جائز ندير لو بريزون. داكور، دونك او في الحاله ديال لو باسي كومبوزي واخا ما غنكتبهاش لكم انا هنا حيت حاله استثنائيه جدا ما كتستعملش بزاف في الفرنسيه. الا كان هنا لو باسي كومبوزي ممكن حتى هنا يكون لو باسي كومبوزي. داكور، ولكن كي قلت لكم ما كتستعملش بزاف في اللغه. صعوبه الفرنسيه في التعلم هو انفتاحها على بزاف ديال الامكانيات، يعني القواعد ديالها فيهم بزاف ديال الاستثناءات وفيهم بزاف ديال الامكانيات وفيهم مما كيجعل التعلم ديالهم والضبط ديالهم واحد شويه صعب. الحاجه اللي كتحكم عليها احيانا بانها خطا ملي كتجي تشوف 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 كتلقى بانها راه ماشي في الحقيقه راه ماشي خطا. دونك مانتونو، اذا انت نهار الامتحان الى عطوك هنا لو بريزون في لا برينسيبال، عرف بانك هنا خصك تصرف في البريزون ولا في الباسي كومبوزي. داكوغ، والعكس الى عطوك هنا الجمله اللي فيها ابخي كو عطوك لو بريزون ولا عطوك لو باسي كومبوزي، عرف بان هنا خصك تصرف في لو بريزون. داكوغ، تفادى انك لو باسي كومبوزي دير مع الباسي كومبوزي من الاحسن. واحسن حاجه ديرها هي حاول تشد هاد القاعده هادي. داكوغ، باسي كومبوزي بريزون، لقيتي هنا بريزون صرف هنا باسي كومبوزي، لقيتي هنا باسي كومبوزي صرف هنا بريزون. علاش؟ حيت كتبين بان هادي تقادات عاد جات هادي. مي كدير هادي في باسي كومبوزي هادي في بريزون، يعني هادي بلا ما ندير ابخي كو راه كنولي نفهم بلا ما ندير ابخي كو. الا قلت ليليف سي ريفيي سا ميغ لوي ابورت سون بوتي ديجوني، بلا ما ندير ابخي كو باينه ليا دابا بانه راه ولا عندي سي ريفيي مصرفه في باسي كومبوزي، يعني راه دازت و سا ميغ لوي ابورت في البريزون راه جات من وراها. داكور، دونك فاذا عطيتكم هنا هاد القاعده غنعاود نكتبها لكم هنا بالتفصيل. اذا البريزون كان معاه بريزون باسي كومبوزي مع ابخي كو، الجمله الاخرى راه كيكون فيها بريزون. هادو هما القواعد، عندكم اربعه ديال الحالات. داكور، دونك عندك الباسي كومبوزي ولا البريزون داكور في لا فراز اونتيريور، يعني اللي كيدخل عليها ابخي كو للاشاره. للاشاره راه تقدر تلقى هاد الجمله كامله بابخي كو تلقاها هي الاخرى. داكشي في قاعده ما كنقولش من الجمله الاولى للجمله الاخرى. تقدر تلقى مثلا il ramasse ses affaires hier ou là après ou là une fois qu'il a fini. D'accord, une fois qu'il a fini il ramasse ses affaires. Tu peux le dire dans cette phrase, il a ramassé ses affaires une fois qu'il a fini. D'accord, donc هنا عفاكم عطيتكم الحاله. داكوغ، حيت ما عمري درتها لكم عطيتها لكم هنا باش تبان لك. شوف هنا راه لو ميم سيجي، سي لو ميم سيجي، ولكن استعملنا ليه لي زيكسبرسيون ديال دو سوجي ديفيرون باش تعرف بانه ملي كنقراو لو ميم سوجي راه غير باش نميزو الادوات اللي كيتستعملوا غير لو ميم سوجي. هما الادوات اللي كيتستعملوا لدي سوجي ديفيرون راه ممكن ايضا يتستعملوا لو ميم سوجي. داكور، اذا هنا نقدر نقول ابخي زافواغ فيني il ramasse ses affaires حيت كاين لو ميم سوجي، نقدر نستعمل ابخي ديال لو ميم سوجي، ونقدر نستعمل ابخي كيلا فيني il ramasse ses affaires. والاحسن في اللغه الفرنسيه والافصح هو كنستعمل الاداه الخاصه بلو ميم سوجي. اذا ابري زافوار فيني يل غاماس سي زافير احسن من ابري كي لا فيني يل غاماس سي زافير.
دونك فاذا القاعده الاولى باسي كومبوزي بريزون عطينا بريزون. القاعده الثانيه بلوس كو بارفي عطينا امبارفي. القاعده الثالثه باسي اونتيريور عطينا باسي سامبل. القاعده الرابعه فيتور اونتيريور عطينا فيتور سامبل. وعقل عليهم عافاك واحد الحاجه بسيطه، شنو لو باسي كومبوزي؟ الا شديتي لوكسيليير بوحدو راه مصرف في البريزون. هنا الا شديتي افي بوحده راه مصرفه في لامبارفي. اذا بلوس كو بارفي شنو هو؟ راه هو هاد لامبارفي اللي عندك هنا بلوس بارتيسيب باسي ياك. دونك اي راه هي لو باسي سامبل. فاذا اي بوحدها سي لو باسي سامبل، اي فيني سي لو باسي اونتيريور. او اورا بوحدها سي لو فيتور سامبل، اورا فيني سي لو فيتور اونتيريور. دونك كنظن دابا القواعد راهم واضحين قدامكم. الاستعمال ديال هادو كاملين ساهل، الا هاد ابان كو الاولى ما كتبتهاش لكم هنا. اذا هاد الادوات اللي عطيتكم هنا ابري كو دي كو اون فوا كو خليت لكم هنا ابري كو دونك ابان كو. اذا نشوفوا ابان كو هنا، هادو هما لا كونكوردونس دي طون بالنسبه لهاد الاداء. جو ميكسكيوز خليت لكم هاد الكونكوردونس دي طون، خصني نورمالمون نحذفها. شوف معايا دابا هاد الجملة، اون فوا كي لافي فيني إل غاماسي سي زافير. كوغ بيان. دوك دابا إلا بغينا نبدلو اون فوا كو بأبان كو، كوغ إذن رد البال. في أبان كو نفس الأزمنة كتبقى محترمة. الفرق اللي كاين، كاين جوج د الفروق أساسية. الفرق الاول هو هاد كو ما كتبقاش مع ابان، كتولي بين الجمل بجوج، وبالتالي كيولي محكوم عليا انني نبدا بهاد الجمله ديال ابان كو ابان. دكو ما بقاش عندي بحال قبيله نقول الى في غاماس سي زافير اون فوا كي لافي فيني. دكو ما بقاش عندي هاد الامكانيه، كيولي عندي ضروري نبدا بهاد الجمله ديال الى في فيني. دكو و ابان كيتبع على انفيرسيون دو سوجي. رديتو البال هنا كانت الى في، هنا ولات افيتي. هنا درنا لانفيرسيون دو سوجي، و كو كتجي ما بين الجمل بجوج. اذا جوج تغييرات اساسيه، كو كنديروها ما بين لي سوجي، ما بين لي دو بروبوزيسيون، و نديرو لانفيرسيون دو سوجي. داكوغ دونك او كيف ما قلت لكم ديك المره، دوك كون و لوسكو شفناهم في لا سيميلتانيتي، ممكن نستعملهم في لا سيميلتانيتي. حتى هنا راه ممكن نستعملهم، نقدر نقول كونتي لافي فيني غامس سي زافير، ولا لوسكي لافي فيني إل غامسي سي زافير. إذا كيف ما قلت لكم هذوك الأدوات ما غنبداش نستعملوهم لكم، لأنهم ممكن تستعملوا في بلاصت تقريبا جميع الحالات. فا دريسنا ديال اليوم تسالى، ما بقى إلا نودعكم، نتمنى لكم حظ سعيد في الامتحان.